إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيا أيها المسلمون عباد الله، إن من الأصول العظام والمسائل الكبار التي قررها الشرع ونزل بها القرآن ودعا إليها سيد ولد عدنان مسألة حاكمية الشريعة، وأن الحكم لله عز وجل، وأنه لا أحسن حكما من الله تبارك وتعالى. فهذه المسألة نص لا يقبل التأويل، وأصل لا يتزحزح يعلم ذلك المسلم، وهذا هو مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يجادل في ذلك إلا منافق معلوم النفاق، ولا يشك في ذلك إلا جاهل بالله عز وجل، جاهل بدين الله تبارك وتعالى. وهذا أمر واضح بين في كتاب الله تبارك وتعالى، وأمر واضح بين في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال الله عز وجل مبينا ذلك بكل وضوح: لا يقبل التأويل أو الغموض، ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا، أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. سمى الله تبارك وتعالى من اختار التحاكم إلى غير الله وإلى غير رسوله صلى الله عليه وسلم متحاكما إلى الطاغوت، والطاغوت هو الشيطان. وكان المنافقون يؤثرون حكم الطواغيت وحكم الكهنة، ويؤثرون حكم كل باطل على حكم الله تعالى. وانظر وتأمل إلى هذه الآيات كيف أمر الله عز وجل عن الإعراض عن هؤلاء المنافقين، فأعرض عنهم أمر الله تبارك وتعالى رسوله صلى الله عليه وآله وسلم أن يعرض عنهم وأن يعظهم بما هم فيه من نفاق وما هم فيه من ضلال، لأنه لا يحترم التحاكم إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم إلا المؤمن الثابت صحيح الإيمان، ولا يرضى التحاكم إلى الطاغوت إلا المنافق. يقول الله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أقسم الله تبارك وتعالى بنفسه الكريمة المقدسة
أنه لا يؤمن أحد حتى يحكم النبي صلى الله عليه وآله وسلم في جميع أموره، فما حكم به النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهو الحق الذي يجب الانقياد به، وما حكم به غيره فهو الباطل الذي يجب أن ينأى المسلم عنه، ولهذا لا يجد المسلم في نفسه حرجا مما قضى به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ويسلم تسليما لحكم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فالمسلم يرضى بحكم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويحكم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في نفسه ظاهرا وباطنا. عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أن رجلا من الأنصار خاصم الزبير عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في شراج الحرة التي يسقون بها النخل، فقال الأنصاري: سرح الماء يمر، فأبى عليهم فاختصموا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اسق يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك. فغضب الأنصاري فقال: يا رسول الله، أن كان ابن عمتك؟ فتلون وجه النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم قال: يا زبير اسقي ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر. فقال الزبير: والله إني لأحسب هذه الآية نزلت في الأنصاري فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. تأمل هذه الآية، نفى الله تبارك وتعالى صفة الإيمان عن الذين يرغبون عن حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وأقسم سبحانه وتعالى بذاته المقدسة أنهم لن يكونوا مؤمنين حتى يرضوا بحكم الله وحكم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وينزلوا عند حكم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال الله عز وجل: وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون، وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله، بل أولئك هم الظالمون. وصف الله تبارك وتعالى أهل النفاق المتحاكمين إلى غير شرعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمرض القلب أفي قلوبهم مرض، ووصفهم بالشك أم ارتابوا، ووصفهم كذلك بالظن السيء بالله تبارك وتعالى، بسوء المعتقد في الباري سبحانه وتعالى، أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله. والله سبحانه وتعالى هو أحكم الحاكمين، يعلم ذلك المؤمن الذي يرضى بحكم الله تبارك وتعالى. أما المنافق فإنه يظن ظن السوء في الله عز وجل وفي أحكام الله تبارك وتعالى. إن المنافقين ما كان لهم أن يرضوا بحكم الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، بل يضع العراقيل ويتعللون بأسباب واهية، بل قد يتعمدون تشويه حكم الله وحكم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى لا يطبق حكم الله عز وجل في الأرض. فرغبة أهل النفاق عن حكم الله وحكم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ظاهرة بادية، آفة النفاق وشعبته الظاهرة أنهم لا يتحاكمون إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فهم لا يرضون بحكم الله ولا يرضون بحكم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك من لم يرضى بالله حكما ولم يرضى بحكمه سبحانه وتعالى فهو إما منافق وإما فيه شعبة من النفاق. أليس الله عز وجل هو الأحق بحكم خلقه، وهو سبحانه وتعالى هو الأحق بأن يأمر عباده سبحانه وتعالى؟ ألا له الخلق والأمر؟ فهو الذي خلق وحده سبحانه وتعالى، وهو الذي يعلم ما يصلح عباده الذين خلقهم، لذلك هو وحده سبحانه وتعالى الذي له أن يحكم بين عباده سبحانه وتعالى. قل أأنتم أعلم أم الله؟ هذه تقال لكل من أعرض عن حكم الله عز وجل وشرع في أن يتحاكم
إلى غير كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أأنت أعلم بما يصلح الناس في دينهم وفي دنياهم من الله تبارك وتعالى، من العليم الحكيم الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء؟ أليس الله عز وجل هو القائل؟ أليس الله بأحكم الحاكمين؟ ثم بعد ذلك تجد من يعرض عن حكم الله عز وجل ويعرض عن حكم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وما ذلك إلا لأن النفاق قد ملأ قلوب القوم، فهم لا يتحاكمون إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وآله وسلم لعدم تحقيقهم شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. المسلم مهما عصى الله تبارك وتعالى، مهما عصى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مهما أوبقته نفسه في الذنوب والمعاصي، فإنه لا يعارض الله تبارك وتعالى في حكمه، يقر لله عز وجل بالخطأ ويقر لله تبارك وتعالى بالزلل، ولكنه يعلم أن حكم الله عز وجل فيه أحكم من أي حكم آخر. لذلك الله تبارك وتعالى هو وحده المستحق للتشريع، وليس لأحد أن يشرع مع الله عز وجل. فليس هناك من يعلم من يصلح الناس في دينهم ودنياهم، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم. ألم يعلموا أن من لم يحكم بما أنزل الله عز وجل فهو متردد بين الكفر وبين الظلم وبين الفسق؟ قال الله عز وجل: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء، فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص، فمن تصدق به فهو كفارة له، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة، وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور، ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. أفحكم الجاهلية يبغون؟ كل من لم يرضى بحكم الله عز وجل فإنه يتحاكم إلى الجاهلية، والجاهلية اسم للزمان الذي كان قبل مبعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكل ما نسب إلى الجاهلية فهو محرم في دين الإسلام. فالله تبارك وتعالى ينكر على من ترك التحاكم إلى كتابه وترك التحاكم إلى سنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم أنه مريد لحكم الجاهلية. لا شك في كفر من استحسن الحكم بغير ما أنزل الله، من يقول أن الحكم بغير ما أنزل الله عز وجل، أن التحاكم إلى القوانين الوضعية التي وضعها البشر هذا أمر حسن، وهذا أمر كالتحاكم إلى كتاب الله وكتاب رسول الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لا شك في كفر ذلك. ولا شك في من يقول: لا نريد دينا يحكمنا، ولا نريد سنة تحكمنا، ولا نريد كتابا يحكمنا، بل نريد قوانينا مدنية تحكمنا. أن يفضل القوانين الوضعية على حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وآله وسلم
لا خلاف بين العلماء من أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم في كفر الذي يفضل حكم الطواغيت والحكم الوضعي على حكم الله عز وجل. لا شك في من يستحسن ولا شك في من يساوي حكم الطواغيت على حكم بحكم الله عز وجل، ولا شك في كفر من يجوز التحاكم إلى الطواغيت وأن التحاكم إليها كالتحاكم إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال الله عز وجل: وكذلك أنزلناه حكما عربيا، ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يتبع حكم الله عز وجل، وأن لا يتبع أهواءهم التي تعارض حكم الله تبارك وتعالى. والخطاب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم خطاب للأمة من بعده: ألم يعلم هؤلاء الذين ينادون بالتحاكم إلى غير شرع الله عز وجل أن سبب هلاك الأمم السابقة أنهم تلاعبوا بحدود الله عز وجل، تلاعبوا بالحدود التي أنزلها الله تبارك وتعالى فأهلكهم الله عز وجل، فكيف بمن يريد أن ينحي حكم الله عز وجل، أن ينحي الحدود التي أنزلها الله تبارك وتعالى، أن ينحي الحدود التي بعث بها محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الفقير أقاموا عليه الحد. تلاعبوا بحكم الله عز وجل، طبقوا الحكم في بعض الخلق وتركوه من بعض الخلق، فتلاعبوا بحكم الله عز وجل ولم يتركوا حكم الله عز وجل جملة ولم ينحوه كليا، فأهلكهم الله عز وجل. كان ذلك سببا لهلاكهم. كيف يستقيم أن ينادى بتنحية حكم الله عز وجل؟ كيف يستقيم من مسلم يقول: لا نريد دينا، لا نريد سنة، لا نريد كتابا يحكمنا، نريد دولة دينية، نريد دولة مدنية، أو نريد دولة اشتراكية، أو نريد دولة علمانية، مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وينادي بتنحية حكم الله عز وجل؟ هذا ما عرف الله تبارك وتعالى، ما عرف دين الله عز وجل. هؤلاء الذين هلكوا من قبلنا كان سبب هلاكهم إقامة الحدود على الضعفاء دون الأقوياء، فما بالك بمن ينادي بترك الحدود بالكلية؟ ما بالك بمن ينادي بأن تترك جميع الحدود التي أنزلها الله تبارك وتعالى؟ ألم يعلموا أن إقامة هذه الحدود على الأرض خير للعباد من أن يمطروا 40 خريفا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لحد واحد من حدود الله يقام في أرض الله خير للعباد من أن يمطروا 40 خريفا. أينزل المطر 40 سنة وفي ذلك من الخير ما فيه خير للعباد أن يحكموا ربنا سبحانه وتعالى بحكم واحد من أحكامه من أن ينزل عليهم المطر 40 خريفا؟ لذلك إقامة حدود الله تبارك وتعالى على الوجه الذي أمر به الرب سبحانه وتعالى خير كله، فالبركة والرزق والنماء والأمن وتحقيق الاستقرار يكون في تحكيم شرع الله عز وجل، يكون في تحكيم سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بينما الهلاك والخسران والمعيشة الضنك والفرقة وجرأة الفساق وأهل الإجرام إنما يكون في غياب شرع الله تبارك وتعالى. إن وراء عدم تطبيق الشريعة منافقين ملئت قلوبهم حقدا وبغضا على الإسلام وعلى المسلمين، وخوفا على مصالحهم، وخوفا على مكاسبهم التي جمعوها بالحرام وجمعوها بالحلال، لا يريدون أن يطبق حكم الله تبارك وتعالى. ما العيب في شرع الله تبارك وتعالى؟ ما العيب فيما نزل به محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ يتأسف المسلم أن يقول لمسلم ارض بما قاله النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أنت تتشهد
أنه عليه الصلاة والسلام رسول مرسل من عند الله تبارك وتعالى، ثم لا ترضى بحكمه عليه الصلاة والسلام، إنك بذلك لم تحقق شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول الله تبارك وتعالى: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. فالله تبارك وتعالى أمر نبيه صلى الله عليه وآله وسلم بأن يتبع حكمه، وحذرنا سبحانه وتعالى من التحاكم إلى غير شرعه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي جعل الدين يسرا بلا حرج، والصلاة والسلام على المبعوث بالحنيفية السمحد دون عوج، وعلى آله وصحبه ومن على سبيلهم درج. عباد الله، إن التسليم للنصوص الشرعية بالرضا والقبول من أصول الإسلام وأساسيات هذا الدين التي يقوم ولا يتم إلا بها هو الاستسلام لله تبارك وتعالى. هذه هي حقيقة الإسلام، أن يستسلم المسلم لله تبارك وتعالى، وأن ينقاد لربه سبحانه وتعالى ظاهرا وباطنا، وأن يخضع لله عز وجل. قال الله تبارك وتعالى: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ولا أحد أحسن دينا ولا أصوب طريقا ولا أهدى سبيلا ممن أسلم وجهه لله عز وجل فانقاد لله تبارك وتعالى بالطاعة التامة. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن، أي لا أحد أحسن دينا من الذي أسلم لله تبارك وتعالى. هذه حال المؤمن، كمال التسليم والانقياد لأمر الله عز وجل، وتلقي خبره بالقبول والتصديق دون أن يحمله معارضة خيال باطل يسميه عقلا أو يسميه هوى أو يسميه أي شيء شاء، لا يعارض المسلم حكم الله تبارك وتعالى، بل يسلم لله تبارك وتعالى. قال ابن شهاب الزهري رحمة الله عليه: من الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم. هذا كلام سيد من سادات التابعين، الله عز وجل منه الرسالة، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم منه أن يبلغ هذه الرسالة، ومنا نحن أهل الإسلام أن نسلم لله تبارك وتعالى. ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام، فالوحي الإلهي لا سبيل إلى مقابلته إلا بالسمع والطاعة والإذعان والقبول، وليس لنا خيرة بعد خيرة الله وخيرة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. قال الله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فلا ينبغي ولا يليق لمن اتصف بالإيمان إلا أن يسرع في مرضات الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وأن يهرب من سخط الله وسخط رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك بامتثال أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، واجتناب ما نهى الله عز وجل عنه وما نهى عنه رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. قال الله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فلا يصح إيمان أحد حتى يحكم النصوص في جميع أموره وينقاد لها في الظاهر والباطن ويسلم تسليما كليا من غير ممانعة ولا مدافعة ولا منازعة. والتسليم لنصوص الكتاب والسنة هو مقتضى أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الشهادة لله بالوحدانية الموجبة لإفراده بالعبودية مبناها على التسليم التام له سبحانه وتعالى في أمره ونهيه وخبره وعدم المعارضة عليه سبحانه وتعالى. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، ومقتضى الشهادة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم بالرسالة
تصديقه فيما أخبر، وطاعته فيما أمر، واجتناب ما عنه نهى وزجر. عباد الله، لقد ضرب أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أروع الأمثلة في التسليم والإجلال لحكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك في أمثلة كثيرة نأخذ بعضها. لما نزل تحريم الخمر قال الله تبارك وتعالى: فهل أنتم منتهون؟ قال عمر: انتهينا انتهينا. فترك شرب الخمر التي نشأ عليها منذ أن كان صغيرا، لأن الله تبارك وتعالى قد نهى، لأن الله عز وجل قد نهى عنها. تعارض عنده رضي الله عنه ما يحبه في نفسه حبا طبيعيا، وتعارض ذلك الحب الطبيعي مع ما يحبه الله تبارك وتعالى. لا يحب الله عز وجل أن تشرب الخمر، فانتهى عنها أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم نادى مناد في المدينة: ألا إن الخمر قد حرمت؟ فسارع الناس إلى الخمر التي في بيوتهم فأهراقوها حتى جرت بها طرق المدينة بالخمر، لأن الله تبارك وتعالى قد حرم ذلك. ولما نزلت آية الحجاب: وليضربن بخمورهن على جيوبهن، شققن نساء الأنصار المهاجرات والمهاجرات مروتهن فاختمرن بها. ولما أخبر الصحابة رضي الله عنهم بتحول القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة، استدار الصحابة لما أخبرهم المخبر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد أنزل عليه أن القبلة قد نسخت من بيت المقدس إلى الكعبة، لم يعترضوا ولم يسألوا لماذا حولت، ولم يعارضوا أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وعندما رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم خاتم ذهب في يد رجل أخذه منه وألقاه، ولما ذهب النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الناس لهذا الصحابي: خذ خاتمك وانتفع به. قال: لا والله لا آخذه أبدا. وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولما تكلم مصطح في عائشة رضي الله عنها بكلام لا ينبغي، تكلم في الطاهرة المطهرة، وكان أبو بكر رضي الله عنه ينفق عليه، فلما نزل قول الله عز وجل: ولا يأتل أولو الفضل منكم والساعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. قال أبو بكر رضي الله عنه: والله لا أنزعها منه أبدا، بعد أن منعه من المال الذي كان قد أجراه عليه. عباد الله، إن التسليم للنصوص الشرعية من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وآله وسلم جنة الدنيا، وهو تحقيق للشهادتين. فعلينا بأن نسلم بكلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن دعانا إلى عدم التسليم بكتاب الله عز وجل وعدم التسليم بشرعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهو يعادي الله تبارك وتعالى ويعادي دين الله عز وجل، فهو عدو لأهل الإيمان. فالمؤمن يحب ما أحبه الله عز وجل وما أحبه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والله عز وجل يحب أن يتحاكم الناس إلى شرعه. فمن نادى بأن لا يتحاكم الناس إلى شرع الله عز وجل فهو عدو لأهل الإيمان أجمعين. كل من يعرف الله ويعرف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويعرف دين الله عز وجل يعلم أن التحاكم إلى النصوص الشرعية أمر أحبه الله تبارك وتعالى، ويعلم أن من عادى دين الله عز وجل وعادى شرعة الله تبارك وتعالى هو عدو لأهل الإيمان.